أعزائي المشاهدين، أسعد الله صباحكم في يوم جديد من العمل وعدد جديد من نقاش غرفة الأخبار مباشرة من قناة البلاد، والذي نخصص ملف نقاشنا اليوم إلى التنمية في الجنوب بين تجارة المقايضة، الرقمنة والمؤسسات الناشئة. هذه الأمور التي باتت واقعا في تطور وتنمية الجنوب الكبير، حيث عمدت الدولة بسياساتها وتحفيزاتها على تحفيز الابتكار، التنمية البشرية والمؤسسات وخلق المؤسسات الناشئة وزرع ثقافة المقاولاتية. كل هذا يتم عبر مجموعة من الإجراءات ومجموعة من الشركاء في المجتمع المدني الذين يلعبون دورا مهما في خلق هذه الديناميكية وبعثها في جنوبنا الكبير، ومنها جمعية أضواء رايتس للديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي نناقش مع رئيسها اليوم موضوعنا أو ملفنا. سي نوردين بن براهيم، صباح الخير. صباح الخير سي مولود، شكرا دائما على كريم الدعوة وعلى ابتساماتك اللي تشرح صدر مع صباح باش ننطقوا في هذا اللقاء. شكرا لك على تلبية الدعوة سي نوردين بن براهيم. ربما لما نتكلم عن تنمية الجنوب هو عنوان واسع وكبير، لكن ربما لم يكن اعتباطيا أن تنمية الجنوب من المقايضة الذي هو واقع، وهنالك عملية إعادة بعث لهذه التجارة، حيث رأينا وزير التجارة اللي كان في الجنوب، وهو ما تقومون به أنتم أيضا في إعادة بعث هذا النوع من العمل، لأنه العمل هو مع دول الساحل والصحراء. الرقمنة والمؤسسات الناشئة أيضا أصبحت واقعا لجنوبنا الكبير. صحيح مولود، لكن دعني كما عهدت المشاركة معك بمدخل حتى نستطيع أن نقدم للمشاهد الكريم أهم النقاط اللي نشتغل عليها في جمعية أضواء رايتس. تعرف أننا تحدثنا في هذا البلاطو مرارا على أن المجتمع المدني هو لابد أن يكون يتميز بديناميكية تربط بين فهم الواقع وأيضا القيمة المضافة اللي قدمها لهذا الواقع في احتياجات السكان اجتماعية اقتصادية. أضواء رايتس الآن في هذا الفهم وهذه الديناميكية تريد أن تساهم من باب المواطنة الفعالة، وهنا تكلمنا على المشاركة. دائما نقول المجتمع المدني عنده وجوب المشاركة لأنها تجسد المواطنة. حتى نحدد لماذا أضواء رايتس، قد يتساءل أي المشاهد الكريم أو أي متابع أو ملاحظ، قال ما علاقة المجتمع المدني بالديناميكيات الاقتصادية؟ هي من شغل رجال الأعمال ومن شغل سياسات الحكومات ومن شغل الخبراء وأصحاب الأموال. لكن اليوم ولو العكس، نعم، هو من مهمة المجتمع المدني بشكل كبير. أحسنت. فلذلك أضواء رايتس انطلقت بالمقاربة الاقتصادية لأنها تريد أن تقدم أجوبة للشباب على وجه الخصوص. هذه الأجوبة تتعلق ب تمكينهم من الأدوات لتحقق لهم الانسجام الاقتصادي، أي أننا ننطلق في برنامجنا في جنوبنا الكبير من المورد البشري. تعرف أن المورد البشري في العملية الاقتصادية يأخذ على المستوى العالمي تخصيصات مالية كبيرة جدا لبناء قدراته وأيضا تطويرها حتى يصبح هو اللي يمتلك المردود الكبير جدا في تحريك هذه الديناميكية الاقتصادية. فلذلك أضواء رايتس انطلقت ببرنامج منذ السنة الماضية في الولايات الكبرى الجنوبية، أدرار، غردايا، تمراسة، ليزي وعديد من الولايات، ومشينا الآن وراح نتكلموا عليها بعدين حتى نمشي إلى أبعد النقاط الحدودية، تيمياوين وبرج باجي مختار وعين قزام وأيضا عين صالح وغيرها من الشباب اللي راح الآن يكون على مواعيد خاصة في هذا الشهر في الجزائر العاصمة. وأيضا اليوم راح انطلقت في هذه اللحظة دورات تدريبية حول المؤسسات الناشئة وحول ستارت اب وحول المقاولات الاجتماعيه في جانت. يعني انطلقوا البارح بالامس الفريق تاع التدريب والتكوين تاع جمعيه اضواء رايتس الى مدينه جانت. هذا الجهد الكبير جدا هو اولا، خلينا نكون معك اكثر صراحه، كسب ثقه الشباب وتحفيز روح المقاولاتيه في اوساط الشباب، لانه المقاولاتيه سي با ان كيت اللي يقدر الانسان ينطلق فيه ويصل الى نتائج معينه. قال والله هو عمل مستمر، عمل مستمر وايضا يخضع الى 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 كيفيه اقناع الشاب اللي راه الان في الجامعه، اللي راه الان ينتظر في حلول ويكمل الدراسه تاعو باش يبحث على وظيفه او على عمل او على اجوبه للواقع تاعو اليومي. اليوم اضواء رايتس من خلال هذا البرنامج خاصه في ولايتنا الجنوبيه الكبيره وجدنا ان هناك تجاوب كبير جدا مبني على الثقه، مبني على ايضا المصلحه. يا يعني نتيري لو جون كان ما يكونش عندنا نتيري ما يقدرش يجي معك ثلاث ايام. واراده من طرفه في تغيير الاحوال. واراده، احسنت، لانها المفتاح، مفتاح العلاقه والبرنامج كامل.
احنا وفرنا هذه المرافقه من خلال عديد من الدورات التدريبيه اللي قدرنا نوصلوا اكثر من 300 شاب استفاد من هذه الدورات، وقدروا ينتجوا كافكار مشاريع 57 مشروع. ولعلك استضفت في احد البلاطوهات تاعك الشباب تاع ولايه، شفنا انه ممثل الجزائر في مسابقه واشنطن وولايه نيويورك هو من الجنوب، لايتي شورت ليستيم من احسن 30 مشروع في العالم. اذا هذه الكنوز الكبيره وهذا التمكين اللي عند شبابنا في ولايه الجنوب وفي كل ولايات الوطن يخلينا احنا كجمعية تاع المجتمع المدني نطلق هذه الديناميكيه للتاثير. احنا ربما قد لا ننتج المؤسسات الاقتصاديه لانها الاقتصاديه بزنس، تحفز على انتاجها. احسنت، هذا التحفيز تاع الانتاج ياتي عن طريق توفير ان ايكوسيستم، بيئه مناخ يركز اولا على التدريب وعلى العنصر البشري. وضعناها في الجامعه، في قلب اهتماماتنا في الجامعه، لانها تعتبر المكان اللي تاع التنشئه العلميه والتربويه والثقافيه والتتويج تاع مضمار تاع تكوين طويل جدا. خلينا لما نحط هذا البرنامج نوجد فيه تفاعل كبير جدا. وعلاش ركزنا الان على تي او تي، على تدريب المدربين؟ خلال المراحل السابقه لاحظنا في عمليه قراءه من انطلقنا في البرنامج انه هناك ولايات عندها تقاليد، تدخل ولايه مثلا غردايا او واتسوف، يعني الله يبارك ناسها منذ وقت طويل يمارسوا التجاره بشكل جماعي وناجحين فيها من سنوات، من الاب للابن للجد وغيرها، وهذا يعني محفز ومفخره لنا. وتوجد ايضا في ولايات اخرى افراد اشخاص عندهم ايضا قدرات في الجزائر وخارج الجزائر، في دول افريقيه يملكوا قدرات كبيره جدا في التجاره في ولايات اخرى، في برج باجي مختار، في تمر راست، وهذه المكاسب اللي راهي موجوده الان. ضواء رايت تريد ان تصل الى هذا الرابطه بين تدريب المورد البشري اللي يصبح عنده اراده انه يتكون ويتحصل على ادوات تمويل وغيرها باش ياسس المؤسسه تاعو، وايضا بيئه تستوعبه وتستقطبه باش يكون فاعل في هذه البيئه، لانه نحن الان نتحدث على مسافات تعد بالاف الكيلومترات. اكيد. وتحدثت في البدايه على الرقمنه ووضعتها واحسنت على الاختيار الجيد، لان الرقمنه الان ستقلص المسافات، ستعزز بناء القدرات والتدريب عن طريق البرامج، ستعمل على ايضا تقديم المنتوج في شكل رقمي في الموبايل بتاعك وانت تشتغل. هذه العناصر كلها راح تعطينا مواجهه تحدي جديد، وهو كيفيه تجليس كومو اسواغ، كيفيه تجليس هذا المفاهيم، هذا التدريب، هذه القدرات في هذه البيئه اللي تحدثت عليها قبل وسميتها بالايكوسيستم. كيف نقدر فعلا داخل هذه البيئه يصبح عندنا قاده شباب، وهذه مهمه جدا خويا مولود، قاده شباب عندهم التمكين الاقتصادي باش يكونوا فاعلين اقتصاديين. انا هذا نعتبره تحدي من التحديات ورهان من رهانات الجزائر في المرحله القادمه، باش شبابنا راح يكونوا على موعد بين انهم يتمكنوا من تطوير مهاراتهم وقدراتهم وايضا بناء ذاتهم عن طريق هذه المؤسسات الناشئه، وفي نفس الوقت يوجدوا البيئه اللي يشتغلوا فيها، لانه الصعب جدا والاخطر انه تكون شباب ولكن لما يعاود يكمل المضمار تاع التكوين تاعو يوجد نفسه بدون جواب وبدون بيئه محفزه ويوجد عراقيل وغيرها، فهذا راح يكون خطير جدا. هذا نعمله احنا باش تواصلنا مع المؤسسات الرسميه للحكومه الجزائريه وايضا المؤسسات الاقتصاديه والمهنيه، هي هذه المرافقه اللي تخلي الشاب ما يوقعلوش فريناج، ما يوقعلوش كبح لهذه المبادرات وهذا التكوين تاعو اللي يشتغل عليه. فلذلك انا اردت نقدم لك المقدمه هذه، انه ضواء رايتس الان تشتغل بمقاربه اقتصاديه تنطلق من الفرد وتحفيزه على بناء ثقه في نفسه، تمكينه من ادوات ومهارات، وايضا وضعه في رواق يستطيع انه هو فعلا فيه يشكل ويكون محور لجلب الاموال تاعو والحصول على قروض، يفكر في مؤسسه ناجحه، بين قوسين يولي في البزنس، يعني تجاره، يعني اقتصاد، يعني عمليه ربحيه، مش عمليه اجتماعيه او عمليه دعني نقول لك موسميه او نشاط، بقدر ما تولي جوفري بزنس، يعني بزنس حقيقي. ويعني لما نتكلم عن الاعمال الحقيقيه او التجاره الحقيقيه في الجنوب، يعني وكأنكم يعني تعملون بانسجام مع سياسة وإرادة الدولة في هذا الإطار. يجدر الإشارة أنه ربما الجزائر تقوم بأضخم مشروع لربط الجنوب مع 5 دول في الساحل عبر طريق جنوب الذي تجهزه الجزائر أو تجهز 70% منه. إضافة إلى ذلك هنالك رقمنة، هنالك شبكة إنترنت إفريقية سترافق هذا المشروع لهذه الدول. ربما هنا نرى الانسجام الجيد. علينا تحضير
الشباب في الجنوب. ربما هنالك من يعتقد أن الآلة ستذهب إلى الشمال، لكن الآلة إذا جهزت جيدا في الرقمنة، المؤسسات الناشئة المقاولاتية، ستتوجه إلى تنمية جنوب جنوب. شوف مولود، باعتبارك مختص الآن في الجانب الاقتصادي وعندك قدرات، استضفت أنت عدد كبير من الخبراء والمختصين والمهنيين في القطاع هذا. جنوبنا الكبير الحمد لله ربي أعطانا رقعة جغرافية كبيرة جدا، فيها امتداد واسع، والحمد لله أن مواطنين يعيشوا على حالة انسجام عالية جدا بكل المكونات تاعنا الثقافية والتاريخية اللي تعتبر مكسب. هذا مهم نذكر به. علاش احنا في الموضوع تاع هذه الشساعة تاع المساحة تحتاج إلى بنى تحتية قوية جدا، سك حديدية، مطارات، تعزيز النقل الجوي، فنادق، خدمات. لأنه في قارة، نعم، لأنه أنت تتحدث الآن على تعزيز شبكة على الإنترنت عن طريق الجانب الإفريقي وتوسيعها وتعزيزها، هذا يتطلب ملايين من المعلومات اللي راح تدخل، مالية، علمية، ثقافية، لكن لابد لك من بنى تحتية قوية جدا ترافق هذا. الجزائر تمت 2500 كيلومتر من الألياف البصرية إلى غاية باتجاه موريتانيا وإلى غاية نقطة الصفر على الحدود مع النيجر. جهد عظيم جدا، جهد كبير جدا، حتما فيه قيمة مالية كبيرة ضخمة. جدا وضخمة، علمية، تكنولوجية. أنا نربطها دائما بما هو الآن يتقدم كعرض وكإنجاز، أيضا ما هو موجود عليه حال المواطن اللي راه في الجنوب، اللي يحتاج أيضا تقوية الخدمات والبنى التحتية اللي تحدثت عليها عن طريق الطرقات، شبكة الطرقات، الفنادق اللي تحدثت عليها تاع تستقبل الناس، لأنه إذا ما تعمل تجارة المقايضة، ما ربما الآن راح إن شاء الله لكتب ربي يوم 28، تحدثنا قبل ما بدأوا الحصة 28 29 من هذا الشهر راح نعيش حدث كبير إن شاء الله في جامعة أضرار، أضواء رأيت مع جامعة أضرار برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة واسعة للمهنيين، مؤسسة اتحاد التجار والمهنيين والحرفيين، المؤسسات الاقتصادية، خبراء، وخليني أقول لك مختصين في الجامعات الجزائرية المختلفة، مع مركز كبير تاع المبادلات الاقتصادية الجزائري الإفريقي بجامعة أحمد راية بأضرار. راح نعيش على الحديث على المقايضة، لأنه تحدثنا الآن على الشبكة، ونتحدث الآن على التدريب، لكن في أي مساحة راح يشتغل هذا الشاب، في لي سيغمون اللي يشتغل عليهم. إذا كان المقايضة تعتبر من مكتسبات حققت نتائج ربحية أكيد في السابق، نعم، وأيضا ثقافية. تعرف تجار المسلمين أدخلوا الإسلام بالقيم تاعو في كثير من دول العالم غير بالأخلاق والمعاملات. إذن هناك تفاعل ثقافي، تفاعل ديني، تفاعل لغوي، مصاهرة، فهذا أيضا يعزز البيئة الأمنة، مش فقط بزنس. لكن ديما ننتبه الحس تاعك ولود، وانت تتحدث دائما على الرقمنة وعلى التكنولوجيات الحديثة، يقين أن هذه المساحة الكبيرة الآن والمكسب اللي هي تاع المقايضة لو نعززها وتدخل عليها الآن عن طريق هذا النوع تاع الدراسات أو اللقاءات اللي راح يشاركوا فيها كل المختصين، أنه بدل إذا كانت اليوم تستوعب مثلا 500 600 1000 2000 3000 لست أدري، راح نتحدث على الأرقام الآن في جامعة أضرار، هل مش ممكن مع هاد الشباب اللي نكونوهم تعود درجة استيعاب هذه المساحة تاع الفضاء التجاري أوسع، دخل عليها الرقمنة، دخل عليها منصة رقمية للمقايضة، منصة رقمية للمقايضة، دخل عليها خليني نقول لك مساحات حرة، دونك دي زون دو ليبر اشونج. دروك الجزائر الآن مساحاتها الحدودية واسعة جدا وتأمن مؤمنة الحمد لله عن طريق مؤسسات الدولة اللي تشتغل شغل كبير ليل نهار. هذه المكتسبات اللي حققناها الآن كيف ربما بدل إذا كان نتكلموا اليوم على 130 70 مليار تاع ولا أكثر تاع مداخيل تاع مقاطع، نعود نتكلموا على الآلاف، مش مليار بالسنتيم دينار جزائري. والأرقام هذه قلت راح يتكلم عليها مدير مركزي ستفيده وزارة التجارة إلى ولاية أضرار. حتى علاش نتكلم على هذه والتفاصيل هذه، نخليها ربما اللقاء القادم. احنا نريد العنصر البشري اللي هو الشباب اللي راه في الجامعة، احنا نعطوها دوزاج تاع تكوين وتاع لقاء مع خبراء وتاع ترقية العمل تاعو وتاع توصيل تاعو، لكن لابد له من بيئة محفزة مرافقة، حتى لأنه شاب، لأنه في بداية حياته. هذه البيئة إذا كان أحد العناصر تاعها المقايضة، سننطلق أيضا إلى ولاية واد سوف وسنتحدث على الأمن الغذائي مع الجامعة نفس الشيء، سننطلق إلى تمرست ونتحدث على التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وتأثيره على نزوح السكان، وسنذهب أيضا إلى جامعة غردايا لنتحدث على دور المؤسسات الروحية والطرق الروحية للجزائر
تعتبر رائدة فيهم عالميا، طريقة تجانية ومختلف طرق في واد ميزاب وفي منطقة توات وفي الأهجار، وكيفية نشر هذا الأمان اللي تحدثت عليه قبيل في إفريقيا، لأنه التنمية مربوطة بالأمن وبالسلم والاستقرار، مربوطة بالعنصر البشري وديناميكية الاقتصاد والتجارة والمبادلة. إذا كان هذه البيئة متوفرة كل الناس راح تحافظ عليها. سنعود لنقطة، سأسمحك لنقطة هذه البيئة المهمة التي وجب تجهيزها خاصة بتأهيل العنصر البشري، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى في الجزء الثاني من نقاش غرفة الأخبار مباشرة من قناة البلاد، والذي نتابع فيه نقاشنا حول التنمية في الجنوب بين دفع تجارة المقايضة، الرقمنة والمؤسسة الناشئة التي باتت واقعا لشبابنا في الجنوب، وعاملا محفزا تعمل عليه منظمة المجتمع المدني مع الدولة من أجل إثرائه وإسناده ومرافقة الشباب في الجنوب لدعم نشاطاتهم ودعم ثقافة المقاولة ونشرها. ودائما مع رئيس جمعية أضواء رايتس للديمقراطية وحقوق الإنسان سينور ديب إبراهام، مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا أستاذ مولود. ربما كنا نتكلم حول ضرورة نشر هذه الثقافة، ضرورة خلق بيئة من الاستقرار هناك. اليوم التوجه الرسمي والأولويات الاقتصادية الجزائرية هي جنوب جنوب، هنالك توجه كبير نحو إفريقيا، التجارة حركية بين أرباب العمل وعدة منظمات في إفريقيا، هنالك آفاق للفلاحة، آفاق للتكنولوجيا في جنوبنا، كلها يعني إن أطرت ستوجه كلها إلى الجنوب أو إلى إفريقيا. ربما نلخص كلامك هذا كله بالفرص الجديدة، هذه فرص جديدة الآن أصبحت متاحة. كيف يمكن ربط بين الشاب اللي راه الآن في السيكل تاع التكوين في الجامعة أو كمل السيكل تاعو تاع التكوين في الجامعة، وأيضا أنه يصبح فاعل في هذا الفرص اللي تحدثت عليها. أنا أعتقد أن هناك تحدي كبير جدا، لأنه في جنوبنا وخاصة في مناطقنا الحدودية بلك عشنا على مراحل انعكاسات المراحل السابقة، كان عندها جانب أمني، جانب اقتصادي، جانب بيئي، حروب، نزاعات قاست عدة دول في 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 إفريقيا وفي دول الساحل وغيره، تخلي آثار أيضا، تخلي آثار لي وأيضا تروج لآثار متعلقة بالربح السريع، متعلقة بالكونتروبوند، متعلقة بالترويج لبعض الأنشطة الغير قانونية واللي فيها أيضا ربح الكبير جدا. لأن نحن في لابد أن نكسب مرحلة الوعي عند الشاب أنه الإنجاز الحقيقي هو أنك تكون عندك المؤسسة تاعك اللي أنت تنجز بها الثراء تاعك وتنتج بها التغيير والتطوير تاع أحوالك المالية العائلية وغيره، لأن الأنشطة الأخرى ستعيش على حالة انقراض اليوم أو غدا، لأنها لا تمثل امتداد طبيعي للمجتمعات، لأن حتى الحالة تاع النزاعات ستنتهي في يوم من الأيام وستنتهي أيضا هذه المظاهر. إذا كان اليوم التوجه تاعنا الجزائري إفريقي راح يكون بهذا الحجم الكبير جدا اللي تحدثنا عليه الآن، فحتما أنه التحدي الأكبر وهو جاهزية العنصر البشري الإنسان، جاهزية الشاب المقاول، الشاب الجديد الفاعل الاقتصادي في هذا التحول. فلذلك المجتمع المدني الآن مطالب أن يدير هذه المرافقة السريعة في توفير التدريب، في فتح منصات إلكترونية رقمية يسجل فيها الشاب، يأخذ تدريب، في توجيه وربطه أيضا مع ما توفره الدولة من إمكانيات الدعم، القروض اللي راهي موجودة أو أيضا المرافعة لتعزيز هذا الدعم للشباب. أنا أعتقد أنه إذا توفرنا في هذه الانطلاقة يقين أنها ستكون نقطة انطلاق، نقطة انطلاق أكثر من العرض اللي راه موجود الآن، لأن راح تعيش على حالة من التسارع والتنافس في إنتاج بيئة أوسع وأكثر بالنسبة للجزائر وبالنسبة أيضا للدول الإفريقية. هذا سيعزز ماذا؟ سيعزز أولا الاستقرار والأمان والتنمية والأمن، وسيعزز أيضا في هذه المبادلة التجارية الأمن المتبادل بين حتى دول الساحل وإفريقيا. في نقطة دول الساحل سينودي براه يقول أحدهم يعني في مقاربة واقعية، يقول يعني فلنتخيل أنه وهي مشاريع أنه الجنوب جنوب ربط بالطريق وربط بالقطار
وبالألياف البصرية. يعني عندنا النيجر، مالي، تشاد مربوطة بالإنترنت وبالطرقات، وهؤلاء يكتشفون أسواق للتبادل أو لشراء أي شيء عبر الإنترنت وعبر التطبيقات وعبر المنصات المتواجدة في الجنوب. يقول أحدهم أنه ستكون سوق ربما ستجلب حتى الأوروبيين وديناميكية اقتصادية في كل ساحل. يقينا أنه الديناميكية اللي تحدثها هذه التحولات راح تكون أكثر من يعني رؤية الجزائر ضخمة جدا في هذا الأمر، لأنه إفريقيا أكيد المولود تشكل محور تنافس كبير جدا بين آسيا وبين أمريكا وبين أوروبا وبين عديد من الدول، لأنها فرتيل، لأنها خصبة مش فقط من حيث الموارد البشرية أو المادية ولكن حتى الفرص. تحس وكأنه هناك قارات في العالم بدأت الآن تجف وتضمحل في كل ما استهلكت. نعم الآن إفريقيا لا تزال فرتيلة، متعطشة، نعم، وخصبة وقوية ولديها هذه الفرص. كيف يمكن الآن أننا نكسب الرهان تاع القرار الإفريقي؟ إفريقي هذا مهم جدا في سيادة هذه القارة، لأن شعوبها تعبت كثير، استعمار، نزاعات، ربما حتى لاحظنا هناك تفطن، فقر، الإمبريالية ورفض لها، نعم، فقر ومراحل يعني عديدة قاست القارة تاعنا حتى أصبحت في بعض الأحيان ملصقة تندر على إفريقيا. الآن في هذا الوعي الإفريقي، في هذا الوعي أيضا للتجارب الناجحة، احنا نتكلموا إذا كان في بلادنا عندنا تجارب ناجحة مشات في العملية الاقتصادية، وأيضا في دول إفريقية هناك تجارب ناجحة ودول الآن الإيمرجنت راهي في حال صعود. كيف يمكن أننا نتقاسم هذه التجارب الناجحة بين الشباب من خلال التركيز على التنمية المحلية لهذه المناطق، لأنها ستشكل كما قلت لك مساحة للحياة الكريمة الآمنة، وأيضا منطقة لاستجلاب أموال ورؤوس أموال وتكنولوجيا كبيرة جدا حتى تتطور هذه المناطق. فنحن الآن في مفترق طرق مهم جدا. أنا مرتاح لحالة الوعي والإدراك للانطلاقة بشكل سريع جدا للتنمية في هذه المناطق وهذه الأماكن الشاسعة، وأيضا الراحة تاعي أكثر الشباب تاعنا اللي في الجنوب. شبابنا عندهم حالة وعي كبيرة جدا، والحمد لله أنا تلقيتهم في تمراسة في دورات تدريبية، والله يا مولود والله باقيين إلى الساعة تقريبا 9 ليلا في دورات تدريبية، ما كانش اللي غادر منهم، وجايين من طازروك ومن إدلس ومن مناطق بعيدة جدا. تشدهم تلك الغيرة وذلك الالتزام وتلك الإرادة والرغبة للنجاح، ولأنهم اكتشفوا هذه الأدوات تاع ستارت اب والمؤسسات الناشئة حاجة جديدة ما تلقاوهاش ربما في المضمار تاع التكوين والتعليم تاعهم في السابق. فيريد الإنسان من خلال مسح يقوم به عن طريق الإنترنت ويشوف الحياة في دول عديدة كيف يمكن في الواقع تاعه المحلي أنه يصبح فعلا فاعل، يحقق اكتفاءه الشخصي العائلي في الحي تاعه ويصبح أيضا فاعل. لما نتكلم عن الفعالية، يعني ربما ما تقومون به مهم جدا، لأنه ربما في حديثنا مع أحد مؤسسي أكبر المؤسسات الناشئة اللي صارت قيمتها بملايين الدولارات، يعني قال بصريح العبارة أنه القضية مش قضية مناخ وفقط، بل هي قضية ربما حالة نفسية وجودة، جودة المقاول. يعني ربما أساس نجاح المؤسسة الناشئة وأساس نجاح أي فكرة أو مشروع هي تقريبا حالة ذهنية، حالة نفسية وجودة الإنسان قبل كل شيء. والله أنا أقول لك الجودة موجودة عندنا في الجزائر، شبابنا اللي راهم الآن في الجزائر وخارج الجزائر يبدعون في المؤسسات الاقتصادية العالمية، وأصبحوا الآن رقم واحد في مخابر البحث في الجامعات في أمريكا في 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 أوروبا، يقودون مؤسسات. وهذا هو اللي حبيت نقول، الحالة الذهنية موجودة، الحالة الذهنية موجودة، والمكسب كما عبرت لك عليها الشباب جوك مورغلا قالت لك هناك كنوز، كنوز تحتاج إلى من يخرجها ويقدمها في ذلك الشكل الجميل جدا. هذه الحالة تاع المورد البشري انطلقت بها في البداية، قلت لابد من أننا نرافقه بأدوات ومهارات تعدى الشهادة الجامعية، تتعداها كمستوى تاع تعليم، بل تصبح كمستوى تاع ابتكار، تاع انوفاسيون، تاع كرياتيفيتي. لأن الآن بدنا نجاوبوا على السؤال تاعك، لأنك عندك عالم يعيش على تحت تنافس، الآن أنت بات على تكنولوجيا أصبحت تولي تكنولوجيا أخرى، خليني أعبر لك عليها باللغة تاع تاع دوبلسيست، تولي ميتة في يد الإنسان، ما عنده ما يعمل بها، الأشخاص يلعبوا الدومينو يقول لك خلاص انتهى الموضوع، انتهت اللعبة. فالآن هناك تطور سريع جدا يجب مواكبته. مولود الآن التحدي تاعنا هو أولا هذا التشبيك بين هؤلاء الشباب، بناء مدربين جاهزين،
الذهاب أيضا إلى مساحات وفضاءات تجارية أثبتت نجاعتها والآن تحتاج إلى إدخالها في ديناميكيات جديدة من ناحية القانونية، من ناحية الرقمنة، من ناحية تكنولوجيات الإعلام. الحديث على غرار المقايضة تحدثنا عليها، وسنعيش يوم 28-29 في ولاية أدرار إن شاء الله. هذه الحالة مع الخبراء، مع المختصين، مع الجامعة، مع المؤسسات الاقتصادية، مع المنظمات المهنية، مع حتى تجار المقايضة اللي جايين إن شاء الله، مع الشباب، مع جمعية المجتمع المدني، يقين أن كل هذه الأدمغة وكل هذه التجارب إذا ما وصلناش الحل، مستحيل ما نوصلش الحل، حتما نوصلوا إلى حلول اللي من شأنها أنها تنشأ هذه الديناميكية اللي ما توليش فقط محدودة بقدر ما تصبح مستوعبة لآلاف الأشخاص اللي يستفادوا منها. نحن الآن نعيش على تحديات الاندماج الاقتصادي، على البطالة، على الشغل، وهذا أحد الأجوبة خارج المحروقات اللي تقدمها أيضا كأجوبة للشباب تاعنا. ربما برأيكم محاولة خلق فضاءات أو حتى ربما سوق هو الحل أكل في الجنوب للتحفيز على الإنتاج، هو في آخر المطاف يقولك لما تحب تحفز إنسان على الإنتاج في أي مجال خلق له سوق. كل مؤشرات السوق موجودة، الإنديكاتور أو الاحتياج موجود، الاستهلاك موجود، المؤشرات تاع المنتوج فضاء للتوزيع ربما، وحتى يعني ربي عطانا طبيعيين كما كنا نتحدثوا قبيل على انك تعيش في بيئه منتجه، تحتاج الشغل فقط والذكاء فقط في يعني ما عندكش بروبليم تاع البرودوي، راح تعاود تنتجو بدل انك تعاود تستورد يومين في منتوجات اللي هي امامك تستطيع انك تنتجها بجوده احسن بيو وكميه اكبر. اذا كانت هذه العناصر كلها متوفره، تحتاج العنصر البشري اللي يعود هو يفعلها، هو ينتجها، هو يكونتابيليزيها، هو ينتجها. هذا رقم واحد. رقم اثنين، السوق اللي تحدثت عليه مولو اليوم، من سينشئ السوق؟ نتكلم على الفورما تاعو. انا اعتقد انه عمل المجتمع المدني في المرافعه على هذه المواضيع اليوم يعتبر احد هذه العناصر. لقاء تاع المقايضه اللي تحدثت لك الان على ربما لقاء، هذا اللقاء وأريد أن أصل إليه، هذا اللقاء يعني تجارة المقايضة لما يكونوا كل الفاعلين موجودين هناك ربما يستطيعوا أن يصلوا إلى حل، قال هذا المكان أحسن للمقايضة هنا، هذا التجارة يستطيعون أن يقترحوا أن يكون مساحة حرة للتبادل التجاري. أكيد الآن إفريقيا انطلقت في ليزون دو ليبر إشانج مؤخرا، عودت فعلت هذه القضايا. لماذا ما تكونش الجزائر هي المحور، محور مع شساعة الحدود تاعها، مع عدد الدول الكبيرة اللي بنيتها تحتية تصبح هي المساحة الكبيرة جدا لسوق إفريقية حرة أيضا على حدودنا، ورح تشكل تحول كبير جدا في أرقام المالية تاع التبادلات الاقتصادية والتجارية، الإبداع، المنتوجات، اليد العاملة، هذا كله راح يولي على موعد يعني قريب جدا مع شبابنا اللي يخرج من مرحلة الانتظار ويصبح فاعل اقتصادي. أنا نعيش بهذه النظرة تاع التفاؤل، على الرغم من أنه في بعض الأحيان تلقى في الميدان هناك صعوبات عوائق، ولكن دائما نقول مثال تاع مارتن لوثر كينغ يقول لك التحديات الحقيقية هي تحويل العوائق إلى نقاط انطلاق. الشباب تاعنا الآن نعلمهم كيفاش ينطلقوا في بيئة آمنة، بالحوار، بالتبادل، بالمحاولة. تسقط في المحاولة الأولى تعاود تنهض، تعاود دير محاولة ثانية. ربما حتى هذه هي النقطة المفصلية التي نريد أن نكررها للشباب والإخواننا في كل مرة، أنه يعني الفشل ليس نهاية الأمر بل هو جزء من الدروس وجزء من النجاح في المستقبل. التمرين ديكزرسيس، لأنه لما يقولوا زوكربيرغ أستسمحك، لما قال لهم أنتم شفتوني لما نجحت في فيسبوك لكن ما شفتونيش أني أسست 300 تطبيق من قبل ولم ينجح. صحيح. التمرين ديكزرسيس اللي يقوم بأي إنسان في حياته رياضية أو في التعليم أو في المهن، ما يقدرش يتحصل الإنسان من لحظة إلى أخرى حتى إذا كانت عندك قدرات إبداعية خارقة للعادة، فلا بد لك من الإكزرسيس، التمرين. التمرين مش في اللحظة الأولى أنك تديره 100% بشكل جيد، تكون فيها ولكن تتعلم منه. والآن إحنا في هذا المضمار لنا تكلين على ربي وماشيين مع الشباب تاعنا، خليني نقول لك هناك تفاعل كبير جدا عندنا منصة سافينا تك اللي ندعو الجمهور كله خاصة الشباب تاعنا أنه يدخل منصة سفينتك اللي هي نقطة التقاء حول مختلف التجارب وحول مختلف هذه الدورات التدريبية وهذه الفرص للشباب رغم أن يطلبوا التسجيل في هذه الدورات القادمة. عندنا دورة راح تنقام إن شاء الله في 25 ديسمبر من هذا الشهر، وراح تكون مخصصة لتدريب المدربين حول المقاولة الاجتماعية، هي الدورة الثانية باش نوصلوا قبل نهاية السنة إلى 80 قائد يملك القدرة في تدريب الشباب على المقاولة الاجتماعية الليدر، وهذا تحدي حتى نقدر نغطي به الاحتياجات تاعنا. ولما لا
اننا في 2023 هاد الشباب تاعنا لا بيرفورمانس تاعهم يعني الجوده تاعهم يوليو يأطروا دورات تدريبيه في مالي في النيجر في تشاد في عديد من الدول في السنغال في عديد من الدول. وعندي شباب كانوا في السنغال مؤخرا في لقاء عالمي وتلاقاوا مع وزير الشباب والرياضه السنغالي قال انا اطلب منكم ان تاتوا الى السنغال وفي داكار وتقومون بهذه الدورات وتعاودوا تفعلون هذا البرنامج بين مختلف الدوائر الاداريه عندهم مع الجمعيات ومع الشباب تاعنا اللي قايمين بهذا العمل. يعني هناك احساس افريقي مشترك حول ضروره تقديم اجوبه للشباب الافريقي لانه كله يعيش في نفس تقريبا نفس الحاله بتباين مختلف الشغل البيانات لا موبيليتي وغيرها من القضايا هذه اللي راه يعيشها الشباب. مادام فيه تجارب ناجحه بدات الان تبدو بدات الان تطلع لانه هي طوندونس تاع الستارت اب في الجزائر بدينا نحسوا انه الستارت اب بدات تشكل الان طوندونس محور مهم. هي ليست كل الاقتصاد الاقتصاد عنده جزء مهم يستطيع ولكن الان في الحداثه اصبح الان يروج له. وانتبهت حصه تاعك مولود مع الضيوف اللي يجيبهم اصبحت الان الحديث عليها بالاف المرايات تاع الدولارات اللي اصبحت أوكي. تكتسبها الشركات اللي راهي يعني منجزه من طرف ستارت اب. الان احنا الان الشباب تاعنا حتى نقدر نعطي له وعي نعطي له تاهيل ولكن نعطي له وعي حتى ما يقولش غدوه والله كونتوني ولقيت روحي في بطاله والاحلام اللي عطيتها لي ما كونت بها والو. بالعكس نحن نقدم لك المفتاح تاع مجموعه من الفرص قد تنجح في ستارت اب وقد لا تفشل اكيد. حتى نكون صراحه قد ليس كل شخص يسمح ان يكون تاجرا بارزا ويستطيع ان يجوب بين القارات والاسواق. هي معطات للبعض ومختلفه على البعض لكن ستكسبك خبره لفعل شيء اخر. الان رانا في كاس العالم خلينا نكون على حداثه مع البطوله نتبع فيها البطوله العالميه تاع كاس العالم تاع اللي راهي في قطر. قد نجلس كلنا في الصالون ونركز على بعض اللاعبين اللي عندهم شهره عالميه كبيره جدا. علاش؟ لانه يستطيع ان يجمع بالشهره تاعه والمهارات تاعه ملايين من الناس تتابعه وقد يكون شخص اخر لا تتابعه لانه لا يملك هذه المهارات. نفس الشيء بالنسبه لهذا الميدان مش بالشرط بالضروره انك تتعلم مجموعه من المهارات انك فعلا ستصبح تاجر بارز أوكي. ولكن ستتمكن من ان يكون لك المفتاح سواء للتجاره سواء للمقاولات او سواء للنجاح في اشياء اخرى يعني وهذا هو الحاله الذهنيه للعمل. ربما في الاخير مواعيد كثيرة لديكم عمل كبير تقومون به والمجتمع المدني عليه كله يعني الإنعاش الاقتصادي على الجميع أن يفهم أنه هي حالة أو فعالية الكل في المجتمع وليس طرف بالدولة. ربما أنا أتفق معك إطلاقا أنه هذه العملية تحتاج إلى شركاء في القطاع الحكومي المحلي والوطني مرافقة وتحفيز لأنه أنت تنطلق من جهد تاع مواطنة بحالة وعي أنك جمعية تريد أن تقدم خدمات في شكل عرض ينفر تاع تدريب تاع تكوين تاع مقاولاتية تاع بعد إفريقي. هذا شغل راه يمشي لكن بالمقابل لابد من أهل الاختصاص أو حتى الموظفين المكلفين بهذه الملفات تاع التشغيل اللي يطبقوا برنامج رئيس الجمهورية ويطبقوا أيضا توجهات الدولة أنه يكون على درجة تفاعل كبيرة جدا مع ما تقدمه الجمعيات لأنه هذا سيشكل أولا في تقديري وثبة جديدة لعمل المجتمع المدني جيد جدا. وأنا أثني على العمل الاجتماعي والخيري وأعتقد أنه في صلب تعزيز الانسجام الاجتماعي بالنسبة لجمعياتنا ولكن أيضا لابد أن نذهب إلى هذا الابتكار الجديد لجمعيات المجتمع المدني لتصبح منتجة للثروة عن طريق إدارة مشاريع عن طريق التدريب عن طريق إدارة مشاريع من شأنها أنها تعزز مهارات الشباب. الخلاصة مولود الجمعية بمفردها لا تستطيع أن تغير كل هذا الإيكو سيستم هي جزء منه. يعني في آخر المطاف يجب أن تكون لدينا سرعة واحدة على كل الجبهات. نشكرك جزيل الشكر سيد الدين بن براهم رئيس جمعية أضواء رايت للديمقراطية وحقوق الإنسان على كل هذا ونتمنى لكم التوفيق في مواعيدكم. مولود معنا لتغطية أحداث هذا العمل إن شاء الله. بحول الله سنكون دائما رفقة التنمية البشرية أينما كانت. كما نشكر مشاهدينا الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة ننهي نقاش غرفة الأخبار لنهار اليوم فقراتنا متواصلة نلقاكم في أعداد أخرى بحول الله. السلام عليكم.